الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد ذكرت بالأمس في الدوادم مسألة أبدى الإخوان اهتمامهم بها اهتماما عظيما وكثر سؤالهم عنها ولله الحمد، مما يدل على أنهم فهموها وأزالت عندهم إشكالات كثيرة. ما هذه المسألة؟ هي مسألة الأخطاء العظيمة التي وقع فيها التكفيريون الذين يشقون عصا وحدة المسلمين ويشقون عصاهم ويفرقون كلمتهم. هؤلاء التكفيريون وقعوا في ثلاثة أخطاء عظيمة جدا لا بد من الحذر والتحذير منها وتنبيه الأمة عليها. هذه الأخطاء إذا سلم الإنسان منها فإنه سيسلم من شر عظيم لا يعلم به إلا الله عز وجل. سيسلم الإنسان من دماء الناس، لأن من وقع وتخوض في الدماء إنما سبب وقوعه هو إخلاله بواحدة من هذه الأصول الثلاثة أو خطأه في فهمها. وسيسلم الإنسان من استباحة ديار المسلمين واستباحة أموالهم واستباحة أعراضهم. كل ما ترونه من التكفير سببه الوقوع في هذه المخالفات الثلاث، وهي تكسر مذهب التكفيريين. إذا ناقشك التكفيريون في هذه المسائل فإنك إذا كنت على علم ودراية بها فإنك ستكسر مذهبهم إن شاء الله تعالى. ولو أن تكفيريا صححت في ذهنه هذه الأصول السلفية الثلاثة والله لخرج من مذهب التكفيريين إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولصار سنيا إذا اقتنع. وأما إذا كابر وعاند فليس للمتكبرين عندنا علاج إلا أن ندعو الله عز وجل أن يشرح صدورهم لقبول الحق، وإلا فما لنا إلا مجرد هداية الدلالة والإرشاد للتوفيق والإلهام. فإن قلت وما هذه الأخطاء الثلاثة التي وقع فيه التكفيريون وما صوابها على منهج أهل السنة والجماعة، فأقول: الخطأ الأول اعتقاد وجود التلازم الذاتي بين الحكم على الفعل والفاعل. اعتقاد وجود التلازم الذاتي في الحكم على الفعل والفاعل، فأي شيء نحكم به على الفعل فإننا نحكم به على فاعله مباشرة من غير فصل بين الحكمين بالنظر في شيء آخر. لا ننظر إلى فاصل أو واسطة بين حكم الفعل وحكم الفاعل. هذا عند الخوارج التكفيريين، يقول ما في فاصل، فمن وقع في الكفر فمباشرة يكفر، ومن وقع في البدعة فمباشرة يبدع، ومن وقع في الفسق فمباشرة يفسق، ومن وقع في أمر يلعن فاعله فمباشرة يستحق اللعنة من غير فصل بين الفعل والفاعل. هذا التلازم الذاتي أصل من أصول مذهب الخوارج، أصل من أصول مذهب التكفيريين الخوارج يا حاتم. فإن قلت وما صوابه؟ أقول: الصواب هو ما تقرر في قواعد أهل السنة والجماعة من أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وقولنا بالوصف العام أي تكفير الفعل، وقولنا تكفير المعين أي تكفير الفاعل. فإذا ليس هناك تلازم عند أهل السنة بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله، بل هناك فاصل بينهما لا بد من التأكد من وجوده أولاً. فإذا كان هذا الفاصل موجودا فإننا حينئذ ننقل الحكم من الفعل إلى فاعله، وإذا كانت هذه الواسطة أو الفاصل غير موجود فحينئذ يبقى الحكم مقصورا على الفعل ولا يجوز تعديته إلى فاعله. فإذا أهل السنة يفرقون بين الحكم الذي يطلقونه على الفعل والحكم الذي يطلقونه على الفاعل ولا يجعلون بينهما تلازم، إذ
قد يكون فعلك كفرا ولست بكافر، قد يكون فعلك بدعة ولست بمبتدع، قد يكون فعلك إثما ولست بآثم، وفسقا ولست بفاسق. فإذا قد يختلف الحكم على الفاعل عند أهل السنة والجماعة، وأما الخوارج فأبدا لا يختلف حكم الفعل عن حكم الفاعل عن فعله، فأي حكم عند الخوارج أطلقته على الفعل فإنك مباشرة تطلقه على فاعله، أما عند أهل السنة فلا، بل ينظرون إلى الفعل مجردا عن فاعله ثم يعطونه حكما على ما تقرر في أدلة الكتاب والسنة. يا عبد المجيد معي ولا لا؟ فإذا كانت الأدلة تدل على أن الفعل كفر حكموا عليه، أي على الفعل بأنه كفر، وإذا كانت الأدلة تدل على أنه فسق أو بدعة أو إثم حكموا عليه بما تقتضيه الأدلة، وأما فاعله فإنهم لا يتجرؤون بنقل الحكم من الفعل إلى الفاعل إلا بعد المرور على محطات لا بد من التأكد من وجودها، وهي محطات ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فيذهبون إلى المحطة الأولى وهي العقل، فإذا لا يجوز أن نكفر مباشرة إلا بعد التأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وأول هذه الشروط العقل، وضد العقل الجنون، فالعقل شرط والجنون مانع، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز لنا أن نكفر الإنسان الذي يفعل الكفر إذا كان مجنونا، فإذا فعل المجنون شيئا مما يوجب الكفر فإن فعله كفر ولكن هو ليس بكافر لفوات شرط وهو العقل ووجود مانع وهو الجنون. وقد أجمع العلماء على أن المجنون مرفوعة عنه التكاليف، فلا تصح أقواله ولا عقوده ولا فسوخه ولا تصرفاته، وعمده خطأ، هذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود بسند جيد وصححه ابن حبان، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. فإن كان الذي فعل الكفر عاقلا إذا تأكدنا من وجود المحطة الأولى وانتفاء شرطها وانتفاء مانعها، فننتقل مباشرة إلى المحطة الثانية وهي محطة البلوغ، وضد البلوغ الصغر، فالبلوغ شرط والصغر مانع، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن الذي فعل الكفر لا يزال صغيرا لما يبلغ بعد فإنه لا يجوز لأحد أن يحكم عليه بالكفر، فإذا فعل الصغير كفرا ففعله كفر لكن هو ليس بكافر لفوات شرط الذي هو البلوغ ووجود مانع والذي هو الصغر، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وعن الصغير حتى يبلغ. فإذا كان الذي فعل الكفر عاقلا بالغا فإننا ننتقل للتأكد من وجود المحطة الثالثة وهي محطة الاختيار والإرادة، وضد الإرادة الإكراه، فالإرادة شرط والإكراه مانع، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن الذي فعل الكفر كان مكرها فإنه لا يجوز لنا أن نعدي حكم فعله إليه لفوات شرط وهو الإرادة والاختيار ووجود مانع وهو الإكراه، وعلى ذلك قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الذي فعل الكفر عاقلا بالغا مريدا فننتقل بعد ذلك إلى التأكد من وجود المحطة الرابعة وهي العلم، وضد العلم الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع، وبناء على اشتراط هذا الشرط
فإذا كان الذي فعل الكفر كان جاهلا ومثله يجهل، فلا يجوز لنا أن نعدي حكم فعله الكفري إليه، لأن ثمة شرط قد فات وهو العلم، وثمة مانع قد وجد وهو الجهل. وقد قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. فمن لم يبلغه هذا القرآن لم تقم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها في أمر يجيب كفره. فإذا كان الذي فعل الكفر عاقلا، ترى نهدي شوي شوي أبغاكم تتكلمون، عاقلا بالغا مختارا عالما، فلننتقل بعد ذلك للمحطة الخامسة وهي القصد، يعني أن يفعل الكفر قاصدا لفعله. وضد القصد الخطأ، فالقصد شرط والخطأ مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كان الذي فعل الكفر كان مخطئا لا يقصد حقيقة الكفر ولكن سبق لسانه فقال الكفر أو فعل شيئا هو كفر في ذاته لكنه لا يقصده، لا يقصد عينه، فلا يجوز لنا أن نعدي حكم فعله الكفري إليه لفوات شرط وهو القصد، ووجود مانع وهو الخطأ. وعلى ذلك قول النبي صلى الله قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس والذي رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان: إن الله تبارك وتعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس في قصة الرجل الذي خرج في برية فانفلتت منه دابته وعليها طعامه وشرابه، قال في آخر الحديث من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة في حد ذاتها كفر أو ليست بكفر؟ الجواب: بل هي كفر، لكن هل قائلها كفر؟ الجواب: لا. فإن قلت: ولما؟ أقول: لفوات شرط وهو القصد، ووجود مانع وهو الخطأ. وقد اعتذر لقائلها أرحم الخلق بالخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أخطأ من شدة الفرح. فإن كان الذي فعل الكفر، أنا ترى أكررها أبغاكم تحفظونها، فإن كان الذي فعل الكفر عاقلا بالغا مختارا عالما قاصدا، فننتقل بعد ذلك للمحطة الأخيرة السادسة وهي عدم التأويل والشبهة. عدم التأويل، فإذا كان الذي فعل الكفر فعله حال كونه لا يعلم بأنه كفر بسبب وجود التأويل عنده أو الشبهة التي حجبت عنه حقيقة حكم هذا الفعل، فلا يجوز لنا أن نبادره بالتكفير حتى نبطل تأويله ونكشف شبهته ونقيم عليه الحجة، لأن التأويل مانع من موانع التكفير. فإذا كان الذي فعل الكفر متأولا أو عنده شبهة فلا يجوز لنا أن نعدي حكم فعله التكفيري إليه. لما؟ لفوات شرط
وهو عدم التأويل، ووجود مانع وهو وجود التأويل. وهذا الشرط الأخير هو أوسع الشروط التي عاذر بها أهل السنة والجماعة من خالفهم من أهل البدع. فمتى ما وجد أهل السنة والجماعة عذراً للمخالف حتى لا ينطبق عليه حكم فعله، فإن أهل السنة يحبون أن يخطئوا ولا يكفروا ما داموا يجدون للتخطئة وعدم التكفير سبيلاً. لأن أهل السنة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم لا يرون التكفير غنيمة يتسابق إليها ولا فتل عضلات، وإنما يرونه حكما غليظا من أحكام الشرع له تبعاته الخطيرة على من انطبق عليه وعلى من وراءه من زوجته وأولاده. فهم يتقون الله عز وجل أعظم التقوى في إصدار هذا الحكم على شخص بعينه. فلذلك تجد أنهم يقررون دائما أننا نخطئ ولا نكفر، وأن طلب العذر عندنا مقدم على الحكم على المعين، وأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. لما قرر أهل السنة ذلك، تلك الضوابط والشروط الغليظة بأدلتها، وسموها ضوابط تكفير المعين، وألفوا فيها المؤلفات. لما؟ لأن هذا الحكم غليظ وشديد، فليس بالأمر السهل أن يتفوه الإنسان في تكفير المعين هكذا وكأنه يهف وكأنما هف ذبابا عن أنفه، أو كأنه شرب شربة ماء. فلا ينبغي أن يستسهل قلبك التكفير، ولا أن تستسيغ نفسك هذا الباب إلا بعد التي واللتي والنظر والتأمل والتثبت والتحري العظيم الذي يبرئ ساحتك أمام الله إذا سألك لما أخرجت هذا من دائرة الإسلام. فإن المتقرر عند العلماء أن إخراج رجل من دائرة الكفر إلى الإسلام مبناه على التسامح والتساهل، وأما إخراج إنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر فمبناه على التشديد والتغليظ والإغلاق. ولذلك تجد أن الفقهاء والعلماء وأهل السنة سهلوا في أحكام دخول الكافر للإسلام، وتجدهم غلظوا في إخراج المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. قالوا لما؟ قالوا لأننا إذا أخرجناه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام فقد أخرجناه من دائرة الغضب إلى دائرة الرضا، ورحمة الله عز وجل ورضاه تسبق غضبه، هذا يتوافق مع المقصود الشرعي. وأما إذا أخرجنا العبد من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر فنكون بذلك قد أخرجناه من دائرة الرحمة والرضا إلى دائرة الغضب والسخط، وهذا غير متوافق مع مراد الله عز وجل. ولذلك سهلوا في الأول لتوافقه مع مراد الله، وغلظوا في الثاني لمخالفته لمراد الله. ألا ترى أن الرجل الذي قال لأسامة أسلمت لله في هذا الموطن المعلوم لديكم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عنه، وغلظ على أسامة أن شكك في هذه الكلمة وفي دخول الرجل في الإسلام، مع أن ظاهر أحوال هذا الرجل أنه ما قالها إلا خوفا من السيف والقتل، لكن كل هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تلغي هذه الكلمة. إذن دخوله في الإسلام فيه شك، لكن حتى مع وجود الشك أدخله يا رجل، خله يجينا حياها الله، لا ينبغي لك أن تعتدي عليه. لكن إخراج مسلم عن دائرة الإسلام بمجرد الظنون والخيالات والأوهام والشكوك أو يقبله الله؟ الجواب لا. إذن قبل الأول ولم يقبل الثاني، أنتم معي ولا لا؟ وذلك الرجل الذي قال النبي قال المقداد فيه أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قالها بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فأنت بمنزلته قبل
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني هو بمنزلتك قبل أن تقدم على هذا الجرم العظيم وهو قتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني قبل أن يسلم. وهذا من أحاديث الوعيد التي تجرى بلا تأويل ولا تفسير، فتفسيرها وتأويلها حكايتها، لأنها متى ما فسرت ضعف التهديد والتغليظ بها، مع أننا يغلب على ظننا أنه ما قال أسلمت لله إلا خوفا من أن تقطع يده أو تقتل، لكن كل هذه الاحتمالات لا ينبغي أن ينظر لها بعين الاعتبار، بل الذي ينظر إليه هو أنه قال أسلمت لله، تعال حياك الله للإسلام. طيب أوليس إسلامه مدخولا مشكوكا فيه؟ الجواب بلى، ولكن حتى ولو كان كذلك، لأننا سننقله من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، أي من دائرة الغضب والسخط والنار والعذاب الأبدي إلى دائرة الرحمة ودائرة الرضا ودائرة الجنة. يا أخي خلك رحيم بالناس، ارحم الناس، الناس يحتاجون إلى رحمة يا رجل. يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا إيش؟ إلا عقوبة على العالمين، إلا غضبا ولعنة على العالمين. أعوذ بالله، بعض الناس قلب الآية، جعل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام غضبا ونقمة وعذابا، حتى صار الناس يتمنون أن ما في إسلام أصلا بسبب سوء أفعال هذا الرجل وتصرفاته وأقواله التي شوه بها صورة أهل الدين والخير، بل شوه بها صورة الإسلام. وكم من إنسان ليس همه إلا أن يخرج من دائرة الإسلام وليس أن يدخل فقط. بعض الناس همه من يوم يصبح إلى أن يمسي وهو كيف يخرج بس من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، ولكن لم يدخل من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام من طريقه ولا من قبله ولا رجل واحد. إذن هذا شيطان في مسلاخ إنسان، لأن وظيفة الشيطان مذ طرده الله من الجنة وظيفته ماذا؟ الإخراج، أنه يبي يخرج الناس من الطاعة إلى المعصية ومن الإسلام إلى الكفر ومن الرضا إلى الغضب، هذه وظيفة الشيطان. في أحد أسلم على يد الشيطان يوم من الأيام؟ الشيطان قاعدته إلى أن تقوم الساعة إلى أن يموت وهو كيف يخرج. فبعض الناس تخرج من مدرسة إبليس، عاش في الإسلام أكثر من 20 أو 30 سنة ولم يسلم أحد على يديه، بل لم يهتدي أحد من المسلمين الضالين على يديه، لكن كم أخرج من المسلمين عن دائرة الإسلام وكم صار منفرا عن دائرة الإسلام، أعداد كثيرة وغفيرة لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ارحموا الناس، ارحموا الناس، الناس يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم، الناس يحتاجون إلى من يكفف دموعهم، الناس يا طلبة العلم يحتاجون إلى من يطبطب عليهم بيده حتى يرغبهم في الدين، يرغبهم في الإسلام، يرغبهم في الرحمة، يرغبهم في ترك هذه المستنقعات القذرة، سواء كفرا أو معصية أو شركا. الناس إذا رأوا منك يا طالب العلم حسن الأخلاق، حسن الابتسامة، حسن الرحمة، حسن الشفقة، النبرة المشفقة، الكلمة الطيبة، النبرة الحانية، النظرة الهادئة الوادعة التي تنبئ عن كبير شفقة في قلبك عليه، والله يسيلون بين يديك، تكون أنت سببا لإنقاذهم من غضب الله إلى رحمته، سببا لإنقاذهم من الخلود الأبدي في النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ارحموا الناس يا طلبة العلم، ترى مذاهب الوعيدية من المعتزلة والتكفيريين والخوارج هذه ما بنيت على الرحمة، هذه بنيت على الغضب والتنفير والتعسير. بشروا يا طلبة العلم، بشروا 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 الناس، ولا تنفروهم، ويسروا عليهم ولا تعسروهم، ولا تعسروا عليهم. هذه رسالتنا التي ندين الله عز وجل بها يا طلبة العلم، لا تثقلون على الناس، لا تثقلون على الناس، ارحموهم رحمكم الله، الناس والله يحتاجون إلى رحمة، ارحموهم رحمكم الله. لا بد أن نحن على الناس وأن نعطف عليهم وأن ننظر لهم بعين الرحمة، هذه النظرة التي أمرنا الله عز وجل بها، الرحمة التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياة أبي طالب يأتيه مع كثرة صوارفه وأشغاله الدعوية والنبوية، تلك الرحمة التي حملته أن يزور ذلك الغلام اليهودي في أواخر حياته، هذه الرحمة اللي بيها، هذه الرحمة التي نريدها، تلك الرحمة التي أنزلت دمعة من عينه صلى الله عليه وسلم لما رأى نفس الغلام يتقعقع تريد أن تخرج، النفس تضرب أبواب الصدر تريد أن تخرج، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أحد الصحابة
وهو عبد الرحمن بن عوف: أو تبكي وأنت رسول الله؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. يا رجل، نرى السيف الآن على رؤوس الصغار، ونرى المباني تهدم على الصغار والكبار والرضع، صور والله تبكي لها العيون وتضجر لها القلوب. أي قلوب تصنع ذلك بهؤلاء الأطفال؟ أين الرحمة من قلوب هؤلاء الغليظين الأشداء المجرمين؟ أين الرحمة؟ أين الرحمة في هذا الطفل الذي يبكي؟ أين الرحمة بهذه الأم التي ترضع جنينها ثم ينهدم عليها البيت؟ وين الرحمة؟ ولا تزال الطائرات تقصف، ولا يزال البراميل تنزل، وين الرحمة؟ هذا يعبر عن إسلام؟ هذا يعبر عن دين؟ هكذا يخرج الإسلام؟ هكذا يصور الإسلام؟ هو الذي جعل الناس ينفرون من الدين بهذه الطريقة. ولذلك هذا خطأ عظيم جدا وقع فيه الخوارج، وهو اعتقاد التلازم الذاتي، اعتقاد التلازم الذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. فاحذروه، إني لكم نذير من الوقوع في شيء من هذه الحفرة العظيمة التي ضل فيها الخوارج والتكفيريون من اعتقاد هذا التلازم. هذه القاعدة كفيلة بأن تهدم ثلث مذهب التكفيريين والخوارج. فإذن التكفير ينظر فيه إلى أمرين: لتكفير الفعل وتكفير الفاعل. فأول شيء نحكم به تكفير الفعل، وننتظر بتكفير الفاعل حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كان الذي فعل الكفر عاقلا بالغا مريدا عالما قاصدا غير متأول فقد كفر. الآن كفره، الآن لك الحق أن تكفره. وأما الخوارج فيريدون أن يسلكوا طريق الخدمة السريع دائما. ما عند الخوارج وقت يتثبتون من وجود الشروط وانتفاء الموانع. تبي تأخرنا بعد شهرين 3 شهور نقعد نتأكد؟ عطنا بس كفر على طول، روحها بس. من اللي قال لك شروط وانتفاء موانع؟ هذه القاعدة بدعة كما يقوله من يعبر عن مذهبه. فإذا سلمك الله بتوفيقه وحسن منته من هذا الخطأ، فدونك الخطأ الثاني أيضا، دونك الخطأ الثاني. ونحن نقول هذه الأخطاء ونكررها مع أنني قلتها بالأمس، لكن من باب نشر هذا العلم حتى تكون تلك المعلومات مما يعلم من الدين بالضرورة عند الجميع، حتى لا تكون بيئتنا أرضا صالحة لأن يغرز فيها تكفيري أو تفجيري أو خارجي. لا بد أن ينشر هذا العلم عند الصغار والكبار، والخطبة يتكلمون به عشان يصير من العلم العام، لأننا ندور بين مصلحة الدفع أو الرفع. الدفع تلقيح الأفهام حتى لا يزرع فيها شيء من ذلك. الرفع معالجة من وقع في شيء من هذه الشبهات والسعي إلى عافيته وشفاء عقله من هذه الأفكار التي ستدمر المجتمع وتهلك الأخضر واليابس والحرف والنسل. الخطأ الثاني الذي وقع فيه التكفيريون الخوارج: الإلزام بنتائج التكفير الاجتهادي. فإن قلت: وما معنى ذلك؟ أقول: معنى ذلك أن الخارجية التكفيرية إذا اجتهد في حاكم أو عالم أو أحد من المسلمين فكفره، وكان تكفيره مبنيا على اجتهاده هو ونظره، فإن كل من تسول له نفسه أن يخالف هذا التكفيري في تكفيره فإنه سيبوء بالكفر مثل الأول. فهم يلزمون بنتائج تكفيرهم الأمة كلها. فإذا لم تطع الأمة اجتهادهم ولم تكفر من كفروه اجتهادا فإنهم سيكفرون من لم يكفر من كفروه حتى ولو كفروا الأمة عن بكرة أبيها. لا يهمهم ذلك. لما لم تقبل الأمة اجتهادنا؟ فيجعلون اجتهاداتهم في مسائل التكفير
بمنزلة النصوص الشرعية التي لا يجوز لأحد أن يخالفها أبدا، لا في صدر ولا ورد. فانتشر التكفير عند هذه الطائفة وعمت به البلوى وطمت وظهرت آثاره القبيحة الخبيثة القذرة بسبب أنهم يلزمون الآخرين بتكفيرهم. فإن قلت وما صواب هذه القاعدة، وما صواب هذه القاعدة؟ الجواب صوابها هو عدم الإلزام بشيء من نتائج التكفير الاجتهادي. الحق ألا تلزم غيرك بنتائج قولك هذا أو تكفيرك. فأنت إذا اجتهدت في أحد وكفرته فتحمل أمرك وتكفيرك بين يدي الله يوم القيامة، أنت اللي تتحمل أمرك، أنت الذي تتحمل نتائج اجتهادك. تريد أن تحملنا بعد نتائج اجتهادك بإلزامنا بموافقتك؟ أنت من اجتهد وأنت من يتحمل. فإذا خالفك غيرك في نتيجة اجتهادك فلا حق لك أن تصف الغير بأي صفة سوء لمجرد أنه خالفك، فإنه خالف اجتهادك، ومخالفة اجتهادك ليست مخالفة للنصوص. فلا حق لك أن تكفر من لم يكفر من كفرته اجتهادا، ولا حق لك أن تبدع من لم يبدع من بدعته اجتهادا، ولا حق لك أن تخرج عن دائرة السنة والجماعة من لم يخرج من أخرجته اجتهادا. اجتهادك لك، فالناس لهم اجتهادات كما أن لك اجتهاد. أو ترضى أن يلزمك أهو بإسلام من يرى إسلامه؟ أنت ترى أن هذا الحاكم كافر وتريد أن تلزمني للقول بكفره، أنا أرى أنه مسلم، أفترضى أن ألزمك بوجهة نظري واجتهادي وإلا حكمت عليك بما تقتضيه الحال؟ جواب لا، أنت ما ترضى أن يقهرك أحد على اجتهاده. فكما أنك لا ترضى أن تلزم باجتهاد غيرك فغيرك لا يرضى أن تلزم باجتهاده. فأغلب صور الكفر والتكفير الموجودة الآن في العالم الإسلامي والعربي سببها تلك القاعدة الإبليسية الملعونة الخبيثة، وهي الإلزام بنتائج الاجتهاد التكفيري. يا ويلك يا سويد ليلك من التكفيريين والخوارج إذا خالفتهم في هذا المنهج. كفروا حاكما يلزم كل من في البلد أن يكفره، وإلا ففي مجرد وغضون سويعات بسيطة، بل دقائق معدودة بل ثواني، عند التكفيري الخارجي استعدادا يخرج أهل البلد كلهم بكلمة واحدة، كل أهل البلد كفار. ترى لا تظن الرجال يعني أنه عنده ورع في التكفير، متى ما لم يخرج أهل البلد على هذا الحاكم وينزعوا يدا من طاعته ويخلعوا بيعته إذن هم مقرون بماذا؟ بكفره، إذن هم كفار. ما فيه، ولا يأبه بك الخارجي أبدا، ما تكفيرك عنده إلا كشربة ماء بارد في صيف قائض. لا تظن أن ثمة ورع أو حياء من الله أو من عبادي سيردعه أو يمنعه، لا أبدا. ولا يزال الأئمة أيها الطلاب يختلفون فيما بينهم وقلوبهم على بعضهم صافية. لا يزال الإمام مالك يختلف مع أبي حنيفة، والحنفية يختلفون مع المالكية، والشافعية مع الحنابلة، وقلوبهم لا تزال صافية، فلا يحمل بعضهم على بعض إلا كمال المحبة والاحترام والتقدير، ولا يلزم أحدهم أحدا باجتهاده ولا بنظره ولا برأيه وعقله ولا بمذهبه. التعصب المميت متى ما وصل إلى هذه الدرجة، وهي أن عندي الاستعداد أن أكفر غيري أحكم عليه بالكفر لمجرد مخالفته لاجتهادي، متى ما وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فهذا لا ينفع معه الإقناع إذا تشرب قلبه هذه الشبهة. ولذلك لسنا مأمورين مع الخوارج بالإقناع والمحاورة، بل مأمورين بالمقاتلة. من الذي أمرنا بذلك؟ أرحم الخلق بالخلق وأشفق الخلق على الخلق. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. لما؟ لأن أعظم الشبه التي تفسد العقل
ويغلب على الظن عدم رجوع صاحبها متى ما عظم تشرب قلبه وعقله بها هي شبهة الخوارج. وبالمناسبة ترى هي أحب البدع إلى الشيطان، ولذلك أول بدعة دعا لها الشيطان وظهرت في الإسلام قرونها في صدر الدولة الإسلامية هي بدعة الخوارج قبل أي بدعة. لعلم الشيطان بعظم وقع هذه الشبه في القلوب، في القلوب. فإذا الخطأ عندهم أنهم يلزمون غيرهم بنتائج تكفيرهم الاجتهاد، والصواب عند أهل السنة أن اجتهادك يخصك أنت، إن خالفك أخوك فيه فلا حق لك أن تهجم عليه بأي نوع من أنواع الأحكام، بل يبقى قلبك عليه صافيا، ها، ليس فيه شيء من الغل ولا من الحقد ولا من الحسد ولا من الضغينة ولا من البغضاء ولا من ما يجده الناس على، ولا من فساد ذات البين، ولا من فساد ذات البين. فإن قال لك الخارجي لما لا تكفر هذا الحاكم وهو يحكم بغير ما أنزل الله، ولقد قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن من خبث الخارجي التكفيري أنه يجعل مخالفتك مخالفة للنص العام لا لتنزيله هو، أي لا لاجتهاده هو، فمتى ما خالفت تكفيره الاجتهادي مباشرة جير مخالفتك هذه لمخالفة النص حتى يخرجك في دائرة من يخالف النصوص. فقل له يا أيها الخارجي إن عندنا أمرين لا بد من التفريق بينهما، عندنا دليل وعندنا تنزيل للدليل، عندنا دليل وعندنا تنزيل للدليل على الواقع، عندنا دليل وعندنا تنزيل للدليل، أنا لم أخالف الدليل إنما خالفت تنزيل الدليل، والتنزيل ليس نصا لأنه فعلك أنت، فأنا أخالف التنزيل الذي هو فعلك لا أخالف النص الذي هو قول الله. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ فهمتم أنه لا بد من التفريق في ذهن هذا الخارجي بين هذين الأمرين، بين الدليل والتنزيل، وسلامة الدليل لا تدل على صحة التنزيل، فليس كل من سمعته يذكر دليلا صحيحا يلزم من ذلك أن يكون تنزيله للدليل صحيحا، بل قد يكون دليله صحيحا ولكن تنزيله غير صحيح، كما أنه قد يكون تنزيله صحيحا ولكن دليله الذي استدل به غير صحيح. فإذا لا يكون الإنسان نافعا إلا إذا سلمت أدلته وسلم تنزيله، أي استدلال، التنزيل معناه الاستدلال، الاستدلال بالدليل، ولذلك لا بد من دليل ولا بد من صحة وجه الاستدلال. فأنا أخالفك في ماذا أيها التكفيري؟ أخالفك في تنزيلك للدليل، لأن النص العام لم يذكر فيه اسم هذا الحاكم الذي كفرته، وإنما أنت أتيت بهذا الحاكم وأدخلته وجعلته فردا من أفراد هذا النص العام. أنا لا أخالف النص العام ولكن أخالفك في إدخال هذا الفرد تحت النص العام، وهذا الإدخال هو التنزيل. فإذا أنا خالفتك في اجتهادك، وأنت تريد من باب الخبث والدهاء والمكر أن تجير مخالفتي لمخالفة النص فتكفرني، لا لأنني خالفت اجتهادك وإنما لأنني خالفت النص، ومن خالف النص الصحيح فقد كفر عندك، عنده هو. فهمتم هذا؟ إذن هذه الشبهة من أبسط ما يكون قشعها عند من لم يتشرب بها، فلندرك الشباب قبل أن تتشرب قلوبهم وبواطنهم بها، فحينئذ لا تستطيع أن تقلع هذه الشبهة من قلب، لا سيما مع فساد أحوال كثير من حكام الزمان، لا سيما مع فساد كثير من أحوال حكام هذا الزمان، مما يكون فسادهم بذرة تنشئ مثل هذا التطرف والغلو. لأنك متى ما كلمت التكفيري الخارجي في أصول وقواعد كلمك في أخطاء الحكام، أولم يدخل الكفرة، أولم يبني لهم قواعد، أولم تحلق طائرات الكفار من بلاده، أنت تريد أن تقنعه بماذا؟ بأصول ينطلق منها في التكفير، وهو يريد أن يقنعك بواقع ملموس أنت تحسه وهو يحسه،
والواقع الذي ذكره ليس بخطأ، الواقع الذي ذكر حق، لكن تطبيق الأحكام على هذه الواقع لابد أن يكون مبنياً على قواعد وأصول. أنت تريد أن تقنع بتلك القواعد والأصول حتى يكون تطبيقه صحيحاً، وهو لا يريد أن يفهم، يريد أن يقنعك بواقع جعله يكفر، بواقع جعله يسيء الظن. وكثير من أحوال الحكام تساعد على نشوء مثل هذه البذرات الفاسدة، بذرة الغلو وبذرة التطرف وبذرة التكفير، الذي ساعدها مع الجهل فساد أحوال كثير من حكام الزمان. والذي نقر به أن من الحكام من هو فاسد، ولا يمكن أن نحجب نور الشمس الواسع بغربال نضعه على أعيننا. في فساد لا في الحكام ولا في العلماء ولا في أحوال كثير من المسلمين، الفساد موجود، لكن كيف ننزل أحكام الله على هذا الفساد؟ هو الذي نريد أن نقنع هذا التكفيري الخارجي به. ولذلك متى ما أراد أن يسحبك من التأصيل إلى التفصيل فاحذر من أن تنساق وراء تفصيله فتحاول أن تقنعه بشيء من التفاصيل، لأنك مهما فعلت لن يقتنع، ولكن حاول أن تسحبه أنت إلى التأصيل وإرجاء الكلام على التفاصيل حتى نقتنع أنا وأنت في الأصول التي منها نفهم حقيقة أحكام واقعنا. كل هذا يحاوله التكفيري والخارجي معك حتى يكون عذرا لتكفيرك أنت في مخالفة هذه النصوص التي يرى أنها تصدق على هذا الواقع الأليم المحسوس. أفهمتم هذا؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ أعيد. فإن قلت وما الخطأ الثالث، فإنك قد أطلت علينا وضيقت صدورنا وحرمتنا من أهلنا، ولا لا؟ أكيد. زين، ما أدري تجاملون ولا صادقين. طيب، الخطأ الثالث الذي وقع فيه الخوارج أيضا، التكفير بمآلات الأقوال ولوازمها قبل عرضها وقبولها. التكفير بلوازم الأقوال ومآلاتها قبل عرضها وقبولها، بمعنى أن الإنسان قد يقول قولا ليس في ذاته كفر ولكن يفضي به إلى الكفر، فالكفر مآلي لا حالي، فالكفر مآلي، فظاهر الكلام ليس كفرا لكنه يؤول إلى الكفر. فالتكفيري الخارجي متى ما لزم من كلام المتكلم كفر أو آل إلى كفر فإنه مباشرة يحكم باللازم والمآل فيكفر القائل قبل أن يتكلف عن عرض هذه اللوازم والمآلات على قائلها، قبل أن يتثبت من المتكلم بها، وإنما يكفره مباشرة، وهذا من أعظم الأخطاء. فإن قلت وما صوابه؟ أقول صوابه هو ما تقرر عند أهل السنة والجماعة من أننا لا نكفر بالمآلات واللوازم إلا بعد عرضها وقبولها، لا نكفر بلوازم الأقوال إلا بعد عرضها وقبولها. افهموا ماذا أقول، لا نكفر بلوازم الأقوال ومآلاتها إلا بعد عرضها وقبولها، قبل ذلك لا، ما نكفر. فإن قلت ولما؟ نقول لأن الإنسان ليس عنده العلم المطلق ولا الإحاطة التفصيلية بكل ما يتعلق بكلامه، قد يقول الإنسان أقوالا لها ولوازم ومآلاتها خطيرة، لكن هو لما تكلم بها لا يدري عن حقيقة تلك اللوازم والمآلات لجهله بها، والجهل عذر يمنع تكفيره، هو لم يقصدها، والقصد عذر والقصد شرط من شروط تكفير المعين.
فإذا تكفيره قبل العرض والتأكد هل كان يعلم بها أو لا، هل يرضاها أو لا يرضاها، تكفيره قبل التأكد من ذلك هو من الاستعجال في تكفير المسلم وإخراجه عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بمجرد الشكوك والخيالات والأوهام، وهذا لا يجوز. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. احذروا، احذروا من هذا الخطأ. ولذلك تجدونهم يكفرون أمة كاملة بسبب أنها ما خرجت على الحاكم الذي كفروه هم، فجعلوا من لوازم بقائهم تحت حكمه الرضا بكفرياته، فإذا هم كفار. طيب هل سألتموهم؟ هل وزعتم عليهم استبيان؟ هل صرحوهم بأن الأصل من بقائهم هو الرضا بكفريات هذا الحاكم؟ قد يكون لهم أعذار أخرى أوجبت لهم عدم فسخ بيعته، ولا لا يا جماعة؟ الجواب بلى. هذا من باب التكفير باللوازم، هذا من باب التكفير باللوازم. متى ما لزم على القول أو الفعل شيء من اللوازم الكفرية فإنهم يكفرون باللوازم والمآلات قبل عرضه، وهذا ليس بحق، وأقسم بالله أنه ليس بحق، وإنما الحق هو ما سار عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، من أنه متى ما رأينا لازما كفريا على قول أو فعل فإننا ننتظر قليلا ونجمع تلك اللوازم الكفرية ثم نأتي للمتكلم ونقول إنك قلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ويلزم على قولك وفعلك تلك اللوازم الثلاثة الكفرية، فهل كنت عالما بها؟ هل أنت ترضى بها؟ فإن بين علمه ورضاه فحينئذ نحكم عليه بمقتضى هذا اللازم، لأننا تبينا أنه لم يكن جاهلا ولم يكن متأولا ولم يكن مخطئا. وأما إذا قال لا والله معاذ الله ما كنت أقصد ذلك، ولم يدر لي في خلد أبدا، ولم يكن لي في حسبان، ولم يطرأ لي مطلقا على بال، وأبرأ إلى الله عز وجل من هذه اللوازم ولا أرضى بها أن تنسب لي ولا يمكن أن يتفوه بها لساني، فحينئذ ماذا نقول؟ إذن اتق الله ولا ترجع لمثل هذا القول الذي يوهم هذه الكفريات أو هذا الفعل الذي يوهم هذه اللوازم الباطلة، ويبقى إسلامه على ما هو عليه. أوليس هذا من العدل والإنصاف؟ أوليس هذا مقتضى الرحمة؟ فإذا حتى تكفيرنا مبني على إيش؟ على الرحمة. حتى التكفير مبني على الرحمة ليس مبنيا على الغضب. ولذلك لا يجوز إدخال باب التكفير في باب الانتقام والتشفي. ما هذا حق لله، التكفير حق لله، لا تكفر إلا من كفره الله ورسوله، فليس كل من غضبت عليه أو ضاق صدرك منه أو طردك من بلدك تكفر، كما أن من زنى بأختك لا يحل لك أن تعاقبه بأن تزني بأخته، ولا من كذب عليك أن تعاقبه بالمثل. فيقول العلماء إن التكفير لا مدخل فيه للتشفي والانتقام ودرك الغيظ، ولا مدخل في أبواب التكفير للمعاملة بالمثل، لأن القاعدة المتقررة عندنا أن ما كان محرما لحق الله فلا يجوز لك أن تعاقب غيرك بمثله إن عاقبك به، لأن المحرم لحق الله. فمن زنى بزوجتك لا تزني بزوجتك وتقول والله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، لا، ما كان حراما لحق الله لا يدخل في دائرة المماثلة، ما فيه، لكن ما كان حراما لحقك أنت فهنا تأتي المماثلة، كالقصاص واللطمة والسفعة والسبة ونحوها، هذا محرم لحقك أنت فلك أن تعامل بالمثل. أما التكفير لا، تكفير المسلمين حرام لحق الله، فلا حق لك أن تكفر بمجرد أنك غضبت أو أنه طردك من بلدك أو أن سجنك أو أنه أخذ مالك أو جلد ظهرك فلا تجد طريقا لتتشفى منه إلا تكفيره. الجواب لا، هذا لا، هذا لا يجوز، هذا محرم لحق الله، هذا محرم لحق الله. أنتم معي ولا لا؟ فإذا من باب العدل والإنصاف أن لا تكفر أحداً بلازم قوله ومآله إلا بعد شرطين، أن تعرضها عليه أولاً
وأن تستشف منه قبولها والتزامها، فإن علم ورضي والتزم فحينئذ نحكم عليه بمقتضى تلك اللوازم، وأما قبل ذلك فلا يجوز. فوالله لو سلمت أيها الطالب من هذه المزالق الثلاثة التكفيرية الخارجية فأنت على خير عظيم. تكفون يا إخوان، أغلب من وقع في باب التكفير إنما بنى تكفيره على هذه القواعد الخارجية الثلاثة. أعيدها مختصرة خطأ وصوابا. القاعدة الأولى من قواعد الخوارج اعتقاد وجود التلازم بين الحكم على الفعل وفاعله، وهذه خطأ، وصوابها ما قرره أهل السنة والجماعة من أن التكفير بالوصف العام أي تكفير الأفعال لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة الخارجية الثانية الإلزام بنتائج التكفير الاجتهادي، وهذا ضلال وخطأ، وصوابها هو ما قرره أهل السنة من عدم الإلزام بنتائج التكفير الاجتهادي. شوف كلمة عدم هذه نقلت القاعدة من كونها خارجية إلى سنية. احذف كلمة عدم تصير خارجية، زد كلمة عدم تصير سنية سلفية، تحقن بها الدماء ويأمن بها الناس. القاعدة التكفيرية الخارجية الثالثة التكفير باللوازم والمآلات قبل عرضها وقبولها، قبل عرضها وقبولها، وهذا ضلال وخطأ وفساد عقدي عظيم. وصوابه عدم التكفير باللوازم إلا بعد عرضها وقبولها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقبول الحق، نسأل الله أن يوفقني وإياكم ومن يسمع هذه الكلمة لقبول الحق. اللهم وفقنا جميعا لقبول الحق والثبات عليه إلى الممات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.